بيرت، السلام عليكم. صافا بخير، هانية، أموركم مزيان؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو كيما شفتوا معايا في العنوان وكيما شفتوا حتى في المينياتور، اليوم غيكون فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله وسبيسيال. أنا متأكدة غادي يعجبكم. نخرجوا من دوك لي روتين ديال الشقة والطياب والدار والجميع، نخرجوا أختي نبدلوا الجو. فوالا هذا مكان حنا، راه يلاه بدات عندنا العطلة، واخا الناس راه قربوا يرجعوا للقراية ولكن حنا يلاه بدات عندنا العطلة. فوالا هذا مكان كيما شفتي معايا في العنوان كيما شفتي حتى في المينياتور، اليوم غادي نمشي أولا غادي تمشيو معايا حيت سديتكم يا أختي معايا العرايش بإذن الله إن شاء الله يا ربي. غادي نديكم معايا العرايش عاد ان شاء الله باذن الله، فنبقاو في العرايش واحد يومين وغادي نطلعوا للطنجه ان شاء الله باذن الله. المهم هنايا وريتكم دزنا من طريق مشينا لبلي ملال، من بعد شدينا من بلي ملال العرايش. صافي هنايا وصلنا بالليل مع شي 5 ديال الصباح. شوفوا لي على منيطر صبحت بيه يا اختي، عرفتوا هاد المدينه يا البنات شحال غزاله، فريمون غزاله، فنه 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 فنه، ما شاء الله فنه، واحد الجو فيها راه ما يمكنش. واخا مدينه صغيره ولكن صراحه جو ديالها فن. صافي هنايا كيف ما قلت لكم وصلنا وكل شيء، هنا ولدي فيقته كل شيء، غسلت ليه وطرقته كل شيء. المهم جيت انا راسي غسلت وجهي بهاد لوجي نيتوانيو، صافي سنيناتي حتى هما غسلتهم. صافي دابا هنايا كنوريكم راسي. دابا جينا الفطور، غادي نفطروا اختي. صافي من بعد جينا جمعنا الدار، جمعنا ديك البليصه فين كنا فطرنا وهذا سنا، حيت حنايا ضروري ما خصنا نجمعوا الدار عاد باش نخرجوا باش كي كنجيو كنلقاوها نقيقيه. صافي وجدت هنا حويجاتي، بغيت ندخل باش نضربها ليا بتدويشه فاعله تاركه، وجدت لي برودوي ديالي والبيجاما ديالي اللي غادي ندير من مور الدوش. من بعد وجدت حويجات ديال ولدي اللي غنلبس ليه، صراحه واخا بدلت ليه داك الانسومبل حيت لبسنا ماتشي ماتشي انا وبابا و المهم انا وامجد وبابا. ايوا صافي هنا جيت باش ندير ليا شويه ديال الميكاب وهذا، ندير لي ليكرون سولير، ما غندير لا فوندو طال حتى شي حاجه حيت اصلا ما جدتهاش معايا. راكم عارفين مع الصهد وهذا ملصقه، شفر شفره شفره وصبغه حجباني. صافي درت لي غير شويه ديال ليكرون سولير وشويه ديال لونتي سيرن والفاراجو، شويه كيكا ديال الماسكارا. صافي وعكيكير، هادشي اللي درت، ديك الحبوبه اللي نط ليا في هذا حاضره وبقوه. صافي اختي هنا غادي ندير الماكياج ديالي وغادي نرجع لكم.
صافي البنات، من بعد ما صايبت الماكياج ديالي وكل شيء درت ايلاينر، المهم عجبني الماكياج. صافي لبست البيسه ديالي، هذا هو الاوتفيت ديالي اختي، قولوا لي كيف جاكم. المهم انا عجبني راسي تبارك الله ما شاء الله. صافي درت دوك لي اكسسوار ديالي، طوينكات وكل شيء. المهم كيما قلت لكم راه كلشي باش تشوفوا اللبسه كامله وزعما مصوره بها، وهذا خلاص راه كاينه في هاد لا فيديو هادي، ولكن دوزوا عندي الانستغرام راه كنحط لكم فيه داكشي اللي زوين وتنسيقات زوينين، وبالاخص دابا اختي مع السفر وهذا ما كاين غير تصاور وراكي عارفه اختي، داكشي علاش دوز عندي الانستغرام وبقاي على القرص. صافي هنا خرجنا لبسنا ماتشي ماتشي كيف ما قلت لكم انا والمسيو وامجاد اللي حفظوا لينا يا ربي. صافي خرجنا هنايا كندوركم معايا شويه في المدينه، وريتكم اللبسه اللي لبست. صافي البنات من بعد ما تسارينا ولعبنا وكل شيء، صافي جينا هنايا ناكلوا الحوت. الحوت طري كي خرج من المرصة كي جا تنقى وكليناه، عرفتوا يا البنات راه ما يمكنش غزال. صافي هنا جينا ناخذوا هاد الحلوه هادي ديال الشمال الغزاله، عرفتوا مذاقها ما نعاودش لكم عليه، اول مره صراحه ندوقها راه هي حلوه بزاف حلوه بزاف، راه كتاكلو غير طريف صغير كيكهمكم. صافي هنا خلاص راه جينا لواحد المعرض، من هنا نيت مناش خديت هاد الحلوه هادي، جينا لهاد المعرض هذا. صافي وصورت لكم شي مقتطفات، وهذا عندهم داكشي غزال 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 غزال، عندهم داكشي فن. صافي كيف ما قلت لكم هنايا راه لعبنا شويه، وهذا جينا خدينا واحد الطويجين. صافي هنايا كنوري لكم الاو تي دي ديال اليوم كيف جاني. المهم راه خلاص هاد العبايه راه كنتو شفتوها، وداك السوياك وديك السناديله راه هادشي كامل كنتو شفتو. صافي وجينا جلسنا حدا هاد الفرقه الموسيقيه جالسين كنتسنتو، هذا شوفوا لي على منيطر الفريخات، ما يمكنش هاد المدينه شحال غزاله فنه ونقي يا البنات.
فوالا حتى هنا غادي نقول لكم بسلام عليكم. غيكون الفيديو ديالنا التالا غنقول لكم ان شاء ديروا الفيديو الجايين باذن الله غيكونوا من طنجة ان شاء الله باذن الله. فوالا هذا ما كان، كنتمنى من ربي انه يكون عجبكم لا فيديو. كنضرب لكم موعد الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. كنقول لكم بسلام عليكم يا اختي. المهم حنا راه كنا جلسنا في داك المنايا داير حدا البحر وهذا صافي. من بعد خدينا كلاص، غادي نقول لكم بسلام عليكم، باي باي.